وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. بداية، في الوقت الذي تكرر فيه الحكومة ورئيسها تعهداتها بالحد من التنظيمات الميليشياوية وحصر السلاح بيد الدولة، تأتي التقارير عن ولادة المزيد من الميليشيات مثل قوات التعبئة، يعني هل يوجد هنالك أي تفسير لهذا التضارب في السياسة الحكومية؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. نعم، أنا أعتقد بأنه القضية واضحة وجلية بأنه الميليشيات المتواجدة في العراق لا سيطرة لهذه الحكومة ولا للدولة على هذه الميليشيات. هذه الميليشيات تأتمر بأمر جهات خارجية، وبالتالي تشكيل مثل هذه القوات مثل قوات التعبئة الاحتياطية على نمط الباسيج الموجود في إيران، قوات التعبئة الإيرانية التي تستخدم لمكافحة الأمن الداخلي والشغب وما إلى ذلك من أمور وللحفاظ على هيكل ونظام الدولة، هو الغاية الرئيسية للميليشيات الآن. فقواعد اللعبة السياسية في العراق لا تريد لها أن تتغير، لأنه الأحزاب السياسية الحاكمة في الغالبية تعتبر هي أحزاب ذات تبعية خارجية، وبالتالي لا يريدون أن يتغير الوضع في العراق، ويريدون أن ينشئوا تنظيمات بحيث تسيطر على الدولة من الداخل وتصبح الدولة عبارة عن هيكل فقط، يعني ديكور لغرض الإدارة فقط. أما بالنسبة للتحكم الحقيقي فإن الميليشيات هي التي تتحكم في القرار السياسي وفي القرار الأمني في العراق، وبالتالي لذلك نرى هذا التضارب في التصريحات ما بين ما يريدونه بعض الساسة وما تريده قيادة هذه الميليشيات. يعني ما الحاجة لعسكرة المجتمع والزج بميليشيات أخرى إلى الشارع العراقي؟ نعم، عندما ترى الاغتيالات المتواجدة الآن في الشارع العراقي أو حوادث الاختطاف أو حوادث القتل وما إلى ذلك، ترى بأنه يجب أن تبرر مثل هذه التشكيلات التي تشكل من جديد في العراق. فعندما يتدهور الوضع الأمني بشكل كبير جدا، إذا ستكون هناك حاجة لمثل هذه القوات لغرض السيطرة على الشارع الثائر. وبالتالي ما يجري الآن في البصرة حصرا يعني أو في بغداد من عمليات قتل واغتيالات هو لإشاعة الفوضى في العراق، وبالتالي عندما تكون هناك فوضى لا بد أن تكون هناك أجهزة تريد السيطرة عليها، فيتم طرح البديل مثل قوات التعبئة الاحتياطية وما إلى ذلك، وهي جزء من عسكرة المجتمع إضافة إلى امتصاص النقمة الموجودة لدى الشعب الآن. فهناك مظاهرات تخرج بشكل كبير جدا ومنتفضة مناطق الجنوب بشكل كامل الآن على وضعية الخدمات البائسة في العراق. لذلك عندما يأخذون أعداد كبيرة جدا من هؤلاء الشباب وينظمونهم ضمن تنظيمات معينة ومسلحة، فأعتقد أنهم يحاولون امتصاص نقمة الشارع الغاضب والمنتفض على الحكومة وسياساتها في البلد. طيب، كيف تفسر موجة الاغتيالات المتصاعدة في العراق مع وجود هذا العدد الكبير من ما يسمون أنفسهم بأنهم قوات أمنية وميليشيات؟ نعم، هم يريدون أن يقولون بأن وزارة الداخلية غير قادرة على فرض الأمن والنظام، وبالتالي يجب أن تكون هناك قوات على غرار قوات الباسيج. فيعتبر الحشد الشعبي الآن هو الشبيه بالحرس الثوري الإيراني، وتعتبر قوات الاحتياطية أو الطوعية التي تشكل الآن على غرار الباسيج الذي يهتم بالأمن الداخلي. وبالتالي عندما يريدون أن يطرحون فكرة يجب أن يروجوا لهذه الفكرة بشكل جيد من خلال الاغتيالات والفوضى الموجودة العارمة في الشارع، وبعد ذلك يتم طرح هذا المشروع لكي يكون له قبول في الوسط السياسي أو في المنظمة الاجتماعي لغرض السيطرة على الأوضاع. لذلك هذه القضية هي جزء من الفوضى السياسية المخلوقة في البلاد، وجزء من مما تريده الدول مثل إيران ومثل الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تريد هذه الفوضى الموجودة في العراق، لأنه تريدون عراق ضعيف غير قادر على مواجهة التحديات الخارجية، لأنه إذا كان هناك عراق قوي فلا داعي لبقاء القوات الأمريكية ولا داعي للتدخل الأجنبي الإيراني في العراق. في ظل هذا التضخيم العسكري والميليشياوي في العراق، برأيكم إلى أين يسير البلد؟ نعم، حقيقة هذا سؤال كبير، يعني إلى أين يسير البلد؟ إذا رأينا الآن الانتخابات أو ما يجري من انتخاب لرئيس البرلمان وما يجري الآن بانتخاب لرئيس الجمهورية والانتخابات التي جرت في السابق، نرى بأنه الآن أصبح الزحام كبير جدا على هذه المناصب. يعني سابقا كانت المناصب تتقاسم ما بين الطوائف الرئيسية في العراق، الآن أصبحت
هذه المناصب تتقاتل عليها الأحزاب ضمن الطائفة الواحدة. إذا نحن أمام حقيقة إن نستطيع أن نقول تشظي كبير بهذه الطوائف، وبالتالي أعتقد بأنه إذا ما سارت الأمور بهذا الاتجاه أعتقد بأنه سينزلق البلد إلى منزلق خطير جدا من العنف في الفترة المقبلة، خصوصا وإن كثير من الأطراف لا زالت تحتفظ بالسلاح، وكثير من الأطراف الآن هي مسلحة وتستطيع أن تعمل فوضى في الشارع العراقي، ولكنها تنتظر ما سيكون عليه من انتخابات هذه المناصب الثلاثة في العراق. وبالتالي نحن أمام فوضى سياسية وفوضى أمنية حقيقة في العراق، لأنه هناك مشروعين يتصارعون، المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني، والعراق يعتبر أحد ساحات الصراع المقبلة في المنطقة. الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.